طبعا كلنا عارفين تطبيق اوبر وكريم، التطبيقات دي اللي موجوده على الموبايل لما بتطلب عربيه تحتاجها، لكن لما يبقى التطبيق ده لميكروباص يعني نقل جماعي. اسوه بمشروعي اوبر وكريم، دشن مجموعه من الشباب ابلكيشن يتيح للمواطنين الاشتراك الشهري في مجموعه من السيارات المينيباص تنقلهم من مقر اعمالهم ذهابا وعوده. احنا بنقدم سيرفيس شبيهه باوبر شويه، بس بدل العربيات الملاكه هي للباصات. بنبدا نكون مجموعات من الناس بتروح نقطه معينه، نوفر ليهم باص يوديهم ويجيبهم كل يوم. بيفرق طبعا في سعر التيكت، بدل ما هو انت بتدفع، لو هتاخد تاكسي مثلا هتدفع 80 جنيه، لا احنا عندنا التيكت ب 12 جنيه و13 جنيه على حسب بتبقى في الافرج دي. فتبقى انت وفرت فلوس وبتاخد نفس الكواليتي بتاعت السيرفيس بتاعت اوبر، بتاخد الباص اللي متعمل في الهاي ايس المكيف حديث كله، فانت بيبقى كرسيك محجوز يوميا في باص مكيف يوديك ويجيبك المشوار اللي انت عايزه. لازم تكون وانت سايق قياده امنه، تخاف على الناس اللي معاك، تمشي بتأني، تعرف الناس، خلي بالك من العربيات اللي جنبك، تبقى حريص في السواقه، الحزام اهم حاجه، الامان، الناس اللي معاك، بتحافظ على كل حاجه، تخلي بالك ان انت ماشي من الطريق، حد معدي اي حاجه عشان تبقى في امان، وعشان الناس اللي معديه في اي طريق تبقى في امان. المشتركون في المشروع اشادوا بالخدمه المقدمه واكدوا انه يوفر مزيدا من الوقت خاصة في أوقات الذروة. الخدمة أنا عرفتها عن طريق الفيسبوك ده أولا. الخدمة يعني أنا شايف إن هي هتبقى إن شاء الله حاجة كويسة جدا، في إن إحنا هنوفر أولا زحمة، هنوفر وقود، هنوفر حاجات كتيرة جدا. معاد شغلي في معاد ثابت وباجي في معاد ثابت، فاللي يخليني كل يوم أنزل بعربيتي وأسالك بنزين وأفضل ماشي في الطريق وأفضل شاغل بالي بالسواقة، لما في خدمة زي كده هتوفر عليا الموضوع ده. تاني حاجة ان انا مثلا برضه بتقلل من زحمه المرور شويه، انت مثلا تخيل انت لو شلت 14 عربيه ملاكي ماشيين في الطريق ووفرت قصادهم ميني باص واحد بس، فانت كده برضه بتقلل في زحمه المرور. المسافات جوه القاهره بعيده جدا، فعشان تاخد مواصله لمواصله تبقى كويسه وما تبقى مرتاح فيها، ده مش موجود جوه القاهره. فبنحاول نشوف حاجه تبقى مريحه لينا ونفس الوقت كوست افيشنت، فكان ده الحل لينا يعني. لا شك أن التكدس المروري واستغلال بعض السائقين يدفع المواطنين لإيجاد بدائل سريعة لهذه المشكلة، ولعل هذا المشروع يلعب دورا إيجابيا في توفير بعض الراحة لمستخدميه. محمد جمال، مساء القاهرة، تين تي في.